معلومات عن أمينة الصحراوي. توفيت المذيعة الرائعة والصحفية أمينة الصحراوي صباح اليوم وهي حامل في شهرها الخامس بسبب إصابتها بفيروس كورونا. لديها متابعون في مختلف دول العالم والوطن العربي، وتعتبر الصحراوي من الشخصيات المتضررة بالفيروس لأنها حامل ولم تمكث طويلا حتى تم الإعلان عن خبر وفاتها صباح اليوم، وهي واحدة من المقدمات الذين قدموا العديد من البرامج اللامعة أثرت على الملايين الأشخاص ومتابعيها في مختلف الوطن العربي. وتميزت أنشطتها ومجالاتها واكتسبت شهرة واسعة، وتوفيت صباح اليوم بخبر صادم ومحزن لكثير من الناس والمتابعين في مختلف المناطق من الدول العربية والخليج العربي، لأنها برزت في العديد من البرامج التي ظهرت فيها في مناسبات مختلفة، لكن فيروس كورونا لم يجعلها تكمل حياتها أو تفرح بما لديها في بطنها، حيث توفيت صباح اليوم وهي حامل في الشهر الخامس بسبب فيروس كورونا. وأمينة الصحراوي هي صحفية ومقدمة برامج للنشرات الجوية على قناة النهار، وهي شابة جميلة تزوجت وماتت وهي حامل بسبب فيروس كورونا. توفيت اليوم الأحد الصحفية أمينة صحراوي مقدمة نشرات الأحوال الجوية جراء مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا، بحسب ما أوردته الصفحة الرسمية لقناة النهار في منشور لها عبر فيسبوك. وبحسب مقربين من عائلة الصحفية الراحلة، فقد توفيت صحراوي وهي حامل في شهرها الخامس متأثرة بفيروس كورونا الذي أصابها قبل أيام. من جهته قدم طاقم تلفزيون النهار بتعازيه الخالصة لعائلة الصحفية، راجين من المولى عز وجل أن يلهم زويها الصبر والسلوان. كما تقدم طاقم قناة زاد نيوز بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيدة، مشيدين بتاريخها الإعلامي والصحفي طوال مسيرتها في مختلف المنابر الإعلامية. وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بتعازينا القلبية لأسرة الفقيدة، داعين العلي القدير أن يتغمدها برحمته الواسعة وأن يلهم زويها جميل الصبر والسدوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. جدير بالذكر أن الساحة الإعلامية خسرت في الفترة الأخيرة أسماء إعلامية كبيرة على غرار الأستاذ سليمان بخليلي وكريم بوسالم رحمة الله عليهما.